سيكون بعد هذا السكون؟ مرحبا مسعود وميمونة. أهلا وسهلا هلا هلا. إنه صباح جميل وهادئ. أجل، إنه صباح هادئ جدا وهذا أمر غير طبيعي. معك حق، فأنا لا أسمع صوت الغناء في الغابات. صحيح. مرحبا سلحون. مرحبا. صباح الخير يا سلحوف الطيب. صباح جميل لكما يا عزيزي. ما الحكاية أيها السلحوف؟ لما هذا الهدوء الشامل؟ معك حق، لا شك كان الجميع في حزن مع ست الحسن. ست الحسن حزينة؟ ست الحسن حزينة ومتأثرة جدا، خشية من دخول الربان صخر إلى الجزيرة. لكن الربان صخر لن يتمكن من دخول الجزيرة بسهولة، لأن ميمونة أبعدته كثيرا مع زورقه عن الجزيرة. لنذهب لزيارة ست الحسن يا مسعود. هيا بنا. خرجت ست الحسن إلى المحيط أول مرة ونسيت أحزانها، وبعد هذا دخل صخر الجزيرة. دولفين الحكيم. أيها الحكيم، استطاع صخر الوصول إلى هنا صدفة، لكنه لن يأتي أبدا. اسمعي يا ميمونة، سواء بالصدفة أو غيرها فقد وصل إلى هذه الجزيرة التي لا يستطيع بشر المجيء إليها، فهل تضمنين أن لا يتكرر الحادث؟ مرة وصل صخر وسيتبعه صخر وصخر آخر، وبالتدريج ستحيط بالجزيرة سحابة سوداء من أطماع الناس الشريرة، وعندها ستنتهي الجزيرة ويتغير البحر، وهذا ما يزعج ست الحسن. فقدت ست الحسن الأمل تماما، وهذا يحزنها ويحزننا. ستغرق الجزيرة إن لم تتوقفوا. كفوا عن البكاء. أستاذ إبراهيم، لا أستطيع أن أدرس وأنا أفكر بهجوم صخر علينا. ونحن متوترون بدون سبب. أستاذ، هل فعلت شيئا؟ لن نستطيع عمل شيء إلا إذا زال القلق عن ست الحسن. كل هذا لأن دولفين الحكيم أخذ ست الحسن في رحلة. إن غيابه يدل على عدم المسؤولية يا أستاذ إبراهيم. أعرف، لكنه كان يقوم بأحد واجباته وهو الترفيه عن ست الحسن، هذا ما علمت. أعتقد أن دولفين الحكيم كان يقوم بمسؤوليته. أيها القاضي، إن قلق الناس ينتشر كسحب عاصفة ماطرة. لقد غزا الربان صخر الجزيرة لأن دولفين الحكيم كان غائبا عنها. كل الجزيرة في غضب. غمر الفيضان الجزيرة وغابت الغناء التي أصبحت كالجدول والجميع في مأزق. حقا؟ يبدو أن مشاعر ست الحسن وصلت إلى أنحاء الجزيرة كافة. لأن الجميع يشكون ولأني حكيم الجزيرة، فإني أتحمل المسؤولية كاملة يا ست الحسن. أنا المسؤول الأول عن هذا الأذى البالغ لك والشعور بالقلق لدى الجميع، فأرجو إعفائي من وظيفتي. غيابي عن الجزيرة في ذلك اليوم عرض الجميع للخطر. دولفين الحكيم، دولفين الحكيم. أنا المسؤول عن تلك الحادثة وليس الحكيم. فقوم، أنا الذي تركت الجزيرة في عهدتك، ومع ذلك قمت أنت بطرد صخر بمساعدة مسعود وآخرين. إذن فما الداعي للاستقالة يا حكيم؟ علي أن أفعل شيئاً لكي نتخلص من هذا القلق الغريب. علينا تغيير الرجال المسؤولين عن الجزيرة. الأمر سابق لأوانه. أعتقد أني خدمت طويلا في هذه الوظيفة يا يردة ومسهلة. نعم. هل تبلغان هذا للجميع
وتطلبان منهم انتخاب خلف لي في أقرب وقت. حاضر. والآن أنا متعب، معذرة. فكون. نعم. وقعت المشكلة بسببي، كوني لا أسيطر على مشاعري، أليس كذلك؟ لا يا ست الحسن، لا تلومي نفسك، من الأفضل أن تستريحي أيضا يا ست الحسن. ماذا؟ دولفين الحكيم سيستقيل؟ نعم، ويقول بأنه يريد أن يخلفه أحد ما. إن كان لابد من ذلك فإنني أوصي بفقوم أبي النابين. أبو النابين؟ حسنا. الخلف لدولفين الحكيم؟ أنا أرشح القائد قروش. أنا أفهم ذلك. الحكيم، فهل يخلفه فقوم أبو النابين؟ أنا لا أظن أن دولفين الحكيم سيستقيل، إنه مرهق الآن فقط يا مسعود. أرجو ذلك. مرحبا. مرحبا قبقب. سمعت باستقالة دولفين الحكيم، وقررنا ترشيحك يا ميمونة خلفا له، ما رأيك؟ ماذا؟ أنا؟ ويا إلهي. أجل أنت؟ لقد بحثنا المسألة جيدا ووصلنا إلى الحل. أنت أنسب من يتولى المنصب لمصلحة الجزيرة وست الحسن، فلديك العطف والنشاط والحكمة والذكاء. إلى اللقاء. ميمونة، لا يمكن أن أقبل المنصب، يجب أن أرفض، يجب أن أرفض. جئت لأخبرك شيئا، هل تسمح لي؟ خير يا ميمونة، قولي. أتى فقوم وقروش هنا ليرفضا ترشيحيهما. صحيح. أنا لا أصلح لهذا المنصب، ثم أنا لا أرى ضرورة في استقالة الحكيم يا سادة، وأنا لا أصلح لتولي هذا المنصب. أيها السيدات والسادة، لن أغير قراري. اعلموا أنني لن أغير قراري مهما كان الأمر. هل دولفين الحكيم هنا؟ موجود. العلامة إبراهيم والقاضي عادل، ما المسألة؟ أولا نحن نطلب من ست الحسن أن تكف عن البكاء، وإلا فستغرق دموع الكتاكت جزيرتنا هذه أيها الحكيم. أيها الحكيم، منذ هجوم صخر على الجزيرة وهي تعيش في قلق ورعب، ثم استقالتك وإصرارك عليها، يجب أن تفعل شيئا حتى لا يسود الذعر. أعرف ذلك، وهناك مشكلة أخرى. أتى هؤلاء الثلاثة يرفضون الترشيح لمنصب الحكيم. ماذا؟ لماذا لا نجعل ست الحسن تعين واحدا؟ إنها صاحبة هذه الجزيرة، ما رأيكم؟ لا أظن ذلك ضروريا، ليت دولفين الحكيم يغير رأيه، ليته يغيره. حتى أنت لا تقدرين على ذلك يا ست الحسن. الهدوء. يا ست الحسن، يبدو أن دولفين الحكيم مصمم على رأيه، لذلك ليس أمامنا من خيار سوى اختيار حكيم جديد. فقد السمك مجلسه الأعلى ونفكر بالأمر هناك. يا ست الحسن، شكرا جزيلا لك، سأتصل بالممثلين على الفور. شكرا شكرا.
تفضلي يا ست الحسن. أنا سعيد جدا بعقد الاجتماع العام لمجلس السمك الأعلى بوجود ست الحسن الجميلة في المقدمة. كما سمعتم فإنه لا يؤسفني أننا سمحنا ولو بمحض الصدفة أن يقوم بشر بغزو جزيرة السعادة هذه. بشر على جزيرة السعادة؟ إذا لم تكن إشاعة. ولحسن الحظ تمكننا من رده، إلا أننا لن نتخلص من القلق بسهولة، وأنا المسؤول عن هذه المشكلة والفوضى. لذلك ولتجديد شعور الجميع بالأمن قررت أن أستقيل كحكيم للجزيرة. من الآن فصاعدا سيكون حكيم الجزيرة شابا نشيطا وليس عجوزا مثلي، وبناء على ذلك فإني أقدم لكم المرشحين الذين اخترتهم. إنهم القائد قروش، فقوم، ميمونة. أريد منكم جميعا أن تختاروا من تعتبرون أنه مناسب، وهذا هو طلب ست الحسن أيضا. ثم أود من كل واحد أن يلقي كلمة. إنه لشرف كبير أن أكون من بين المرشحين لمنصب الحكيم، فأنا أعلم أنني لا أصلح لذلك، لذلك فإنني أعلن انسحابي رسميا من هذا المنصب أيها السادة. دولفين الحكيم قرر الاستقالة، وأنا أحثه بقوة على البقاء في مكانه هنا بيننا. فقم أرجوك، فليس هنالك من هو أفضل منه في قراراته العاقلة والحكيمة جدا أيها السيدات والسادة. أولا أود أن أشكركم لترشيح شخص قليل الخبرة مثلي لمنصب الحكيم، إلا أن رأيي هو نفس رأي السيد فقوم، صدقوني. لقد عملت تحت إمرة الحكيم لفترة طويلة كرئيس للحرس عند بوابة الجزيرة، ولا أقدر أن أفكر بمن يستطيع أخذ مكانه. والآن ميمونة. نعم. إنه لشرف لي أن أكون من بين المرشحين، ولكني أقدم رفضا رسميا أمامكم جميعا، وذلك لوجود رجل مناسب جدا للمنصب. يظن دولفين الحكيم أن عليه أن يستقيل لأنه لم يستطع القيام بواجبه، لكني أخالفه الرأي، فلم يتخلى يوما عن القيام بواجباته. تذكروا عندما كانت الجزيرة دون حماية من أسر الربان صخر، إنهم الكتاكت، كنا نعتقد أنهم قاصرون. أعتقد أن الجزيرة لن تتعرض لمزيد من الغزو. هناك جبال ماوي التي تقوم بالمراقبة لكونها عالية كالأبراج. إن ست الحسن والجميع هنا في أمان، لأن هذا هو شعوري. وإذا أراد البشر تدميرنا فإنهم سيخسرون البحر، لأنه لا فائدة للبحر دون مخلوقاته، وهم يدركون ذلك الآن. لابد أنهم يدركون ذلك. هذا هو كل ما أريد أن أقوله أمامكم أيها السادة. هذا غير صحيح، تفكيرهم هو في تلويث البحر. أجل، إن البشر كالضباع يأخذون من البحر أكثر من حاجتهم. البشر يقومون بتدمير الطبيعة على الأرض، وسوف يلوثون البحر بما يلقون داخله من نفايات وأوساخ.
صحيح، هذه الإشارة على الزعنفة. هذا شعار المعهد البحري للبحث، لابد أنه أبي. من وضعه؟ ألم يضعه إنسان؟ بالضبط، فقد أسرت في أعلى النهر وأيقنت أني ميت، لكن بعد أن وضعوا هذه الإشارة أطلقوا سراحي. يبدو أنهم يريدون دراسة حياتنا، كيف نخرج للبحر ونعود للنهر. فالبشر لا يفكرون بقتلنا دائما، أنا أعرف ذلك. معك حق، لقد أسرونا مرة لكنهم لم يقتلونا، كانوا يريدون دراسة البحر عن طريق إجراء فحوصات علينا. نعم، شكرا للسلمون ولأم الدولفين. أبي وفريقه سالمون. كما سمعت، الآن يوجد بين البشر من يدرك واجب المحافظة على البحر من التلوث والاعتناء بالطبيعة، وهم يقومون بذلك فعلا ويبذلون جهودا كبيرة في هذا السبيل. لكن هذا لا يضمن عدم وقوع غزو جديد لجزيرتنا الجميلة. إذن نحن بحاجة لدولفين الحكيم، وأقترح إعادة انتخابه. دولفين الحكيم! ميمونة! ميمونة! دولفين الحكيم! هل هناك اعتراض على إعادة انتخاب دولفين الحكيم؟ كلا! كلا! لا! ها أنت ترى يا دولفين الحكيم بأن الجميع يريد إعادة انتخابك. نرجوك أن تقبل وتعود إلى منصبك، فنحن بحاجة إلى حكمتك وذكائك. نرجوك ونصر جميعا على أن تعود إلى منصبك إكراما لست. أنا لا أستحق كل هذا. تحيا ست الحسن، تحيا ست الحسن ودولفين الحكيم. أيها الحكيم، صحيح أن هذا قد يزعجك، لكن نرجوك أن تساعدنا في حماية الجزيرة والبحر، نرجوك. يا ست الحسن، أنا لا أستحق كل هذا، وأقسم أمامكم بأني أحمي الجزيرة وست الحسن بكل طاقتي وبكل جهدي. أحيا ست الحسن، وعاش دولف الحكيم، وعاشت الجزيرة، عاشت. ما المسألة يا حكيم؟ ماذا هناك؟ لم أشكرك على رد صخر بعيدا بذكائك عندما كنت في الرحلة، كنت فعلا موافقا. لا حاجة بك لشكري على ذلك، فأنا عضو في الجزيرة مثلكم. طبعا. حسنا، لم أحصل على أي معلومات عن والديك يا مسعود، ولكني والجميع سنستمر في البحث عنهما. أنا واثق بأنك ستسمع أخبار سارة. لن أفقد الأمل أبدا. ومع ذلك فقد كان الجميع يصغون باحترام لطريقة ميمونة في خطبتها، كنت واحدا منهم وكنت أصغي بكل انتباه إلى كلامك الحكيم. هذا صحيح، إن كلامك يا ميمونة هو كلام موزون نحب سماعه كلنا. وفوق ذلك أنت جميلة ولك عينان رائعتان. أنا؟ شكرا شكرا أيها الحكيم. لم تفلح كل أساليب الشر، وفي نهاية الأمر فقد الربان صخر كل أمل في العثور على الجزيرة، فعاد إلى اهتمامه بالبحر وبأعماق البحر. وعاد دولفين الحكيم إلى منصبه ليصبح سيد الكلمة، وعادت إلى وجه ست الحسن أجمل بسمة، ومسعود بكل ما في قلبه من حب بدأ البحث في القرب بعد أن تأكد من وجود والديه، وعاد الأمل بالعثور عليهما يطل عليه. أما ميمونة وبقلبها الطيب الوديع فقد أصبحت حبيبة للجميع، وعاشوا في أمان وسعادة في جزيرة السعادة. يا حسن عينيك، عينيك في درع.
يا بحر عيني يا ميمونتي.